السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكور ديال اليوم اللي هو لي زانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. من قبل كنا شفنا الفيديو اللي شفنا فيه ليستوار دو لا موني اللي شفنا فيه التطور ديال لي مويان دو بايمون. من بعدو شفنا لي زوبجيكتيف دو لا بوليتيك مونيتير. دابا غادي نشوفو لي زانسترومون دو لا بوليتيك مونيتير، يعني لي زانسترومون باش غادي نوصلو لهذوك لي زوبجيكتيف، يعني هذوك لي زوبجيكتيف اللي خصنا نحققوهم. دابا لي زانسترومون كيفاش غادي نحققو هذوك لي زوبجيكتيف. فلي زانسترومون كانوا عندنا واحد جوج ديال لي زانسترومون اللي ما بقيناش خدامين بهم. دابا هاد جوج ديال لي زانسترومون كنا كنخدمو بهم مباشره من بعد ما خدا المغرب الاستقلال ديالو، اللي هو لونكادرومون دو كريدي، والثاني اللي هو لا سيليكتيفيتي دو كريدي. لونكادرومون دو كريدي كان بنك المغرب كان كيعطي لي بنك كوميرسيال، لي بنك دو سكوند رون، كان كيعطيهم واحد القدر محدد ديال الفلوس، يعني كان محدد ليهم شحال غادي يعطيو، شحال غادي ديستريبيو ديال لي كريدي. وهكا كانوا لي كريدي مونكادرين، يعني كان صعيب على لي بنك باش يديستريبيو لي كريدي. فهكا لي بنك كوميرسيال كانوا كيختاروا الناس اللي عندهم دي غارونتي سوليد باش انهم غادي يرجعوا ليهم هذوك الفلوس ديالهم. هذا هو سو كون ابير لونكادرومون دو كريدي. من بعد عندنا لا سيليكتيفيتي دو كريدي. هاد لا سيليكتيفيتي دو كريدي كان بنك المغرب كي سيليكسيوني لي سيكتور اللي باغي فينونسيهم، بحال مثلا فاش كيبغي فينونسي لو سيكتور بريمير اللي هو السيكتور ديال الصيد البحري وديال لاغريكول، يعني الفلاحه. وهذا كان كي سيليكسيون ليهم هاد السيكتور، كان كي امبوزي على لي بنك كوميرسيال باش يفينونسيو هاد السيكتور هذا، مثلا سيكتور بريمير. فاش كيبغي بنك المغرب يفينونسي السيكتور سكوندير اللي هو ديال الصناعه، يعني فاش كيبغي ليكونومي تنتعش بالصناعه وهذه، كان كيقول لي بنك كوميرسيال باش يفينونسيو السيكتور سكوندير، باش يفينونسيو لي زونتربريز اندستريال. ومن بعد فاش كان بنك المغرب مثلا كيبغي يفينونسي السيكتور تيرسيير اللي هو السيكتور ديال الخدمات، كان كي امبوزي على لي بنك انهم يفينونسيو لي زونتربريز ديال الخدمات. هذا هو لا سيليكتيفيتي دو كريدي، يعني كان بنك المغرب كي سيليكسيوني ليهم لي سيكتور اللي غادي يعطيو فيهم دي كريدي. في الاول كان كيعطيهم قدر محدد، كان كيحدد ليهم شحال غادي يعطيو ديال لي كريدي اللي هو لونكادرومون دو كريدي. والثاني لا سيليكتيفيتي دو كريدي كان بنك المغرب كي سيليكسيوني ليهم لي سيكتور اللي غادي يفينونسيو. دابا غادي ندوزو نشوفو لي زانسترومون اللي خدامين بهم حاليا. هاد لي زانسترومون عندهم دو كاركتير، الاول اوبجيكتيف انترن والثاني اوبجيكتيف اكسترن. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الاول اوبجيكتيف انترن هو لوبجيكتيف اللي كديرو لي زوتوريتي فينانسيير كيخدمو على الانتيريور دو ماروك، في التريتوار ماروكان، كيستافدو منو الفاعلين الاقتصاديين اللي كاينين في المغرب. والثاني اللي هو اوبجيكتيف اكسترن، يعني كنخدمو على دي زوبجيكتيف اللي كيكونوا خارج المغرب، يعني كان امبوزيو على الفلوس ديالنا بعض الحوايج اللي كنديروهم على لا بوليتيك مونيتير ديالنا، والنتائج ديالهم كتبان على الاكستيريور على المغرب. غادي نشوفو في اوبجيكتيف انتر، غادي نشوفو الغزيرف مونيتير، غادي نشوفو شنو هو هاد الغزيرف مونيتير. وعندنا دي زانسترومون اللي كنخدمو بهم على لو مارشي مونيتير. شنو هما هاد لي زانسترومون هادو؟ اول واحد عندنا هو الطو ديريكتور، غادي نشوفو شنو هو الطو ديريكتور. عندنا لوبن ماركت، وعندنا لا ريسكونت، وعندنا سوابس دو شونج. هادو هما لي زانسترومون ا اوبجيكتيف انترن. شنو هما لي زوبجيكتيف اللي عندنا اكسترن؟ لي زانسترومون ا اوبجيكتيف اكسترن هما اون سيتوياسيون دو شونج فيكس، غادي نشوفو كيفاش كنديرو الشونج فيكس، وغادي نشوفو اون سيتوياسيون دو شونج فلوطون. غادي نبداو باول انسترومون اوبجيكتيف انترن اللي هو عندنا هو الغزيرف مونيتير. شنو هو هذا الغزيرف مونيتير؟ فجميع الاشخاص او الفاعلين الاقتصاديين اللي كاينين في المغرب فاش كيحطوا الفلوس ديالهم في لي بنك كوميرسيال او لي بنك دو سكوند رون، فهاد لي بنك هادو اوبليجي عليهم باش يحطوا واحد القدر ديال الفلوس من هادوك من هادوك لي ديبو اللي كيكوليكتيوهم من عند الفاعلين الاقتصاديين، كيحطوا واحد البورسونتاج كوم سو فورم دان ريزيرف اوبليغاتير، كيحطوه عند بنك المغرب. ففي 2019 كان الطو هو 4%، دابا في 2020 ولا الطو هو 2%. هذا كيعني ان بنك المغرب باغي يخلي السيوله بزاف كتسيركيلي في ليكونومي، يعني باغي يخلي ليكونومي فيها الفلوس كتدور بزاف. اما الحاله فاش كيكون بنك المغرب باغي السيوله تكون قليله، فكيطلع هاد الغزيرف اوبليغاتير، يعني كيقدر يرجع 8، يقدر يرجع 10%. يعني واحد الشخص فاش كيحط 10 المليون في البنك كوميرسيال،
فهاد لي بنك هادو اوبليجي عليهم باش يحطوا يعني 2% من هذاك الديبو اللي خداوه من عند الفاعلين الاقتصاديين كيحطوه عند بنك المغرب سو فورم دان ريزيرف اوبليغاتير اللي هو في واحد اللي هو سوف دون ان كونت نون ريمينيري. هذوك الفلوس اللي كيحطوهم ما كيتخلصوش عليهم ما كياخذوش عليهم دي زانتير. يعني الا حط واحد الشخص 100 مليار فضروري خاص هاد البنك كوميرسيال تحط عند بنك المغرب جوج ديال المليار تحطها عندها سو فورم دان ريزيرف اوبليغاتير في واحد الكونت اللي هو كونت نون ريمينيري. غادي ندوزو نشوفو الانسترومون اللي عندنا من بعد اللي هو طو ديريكتور. شنو هو هاد الطو ديريكتور؟ فبنك المغرب باش ما يامبوزيش على لي بنك كوميرسيال ما يامبوزيش عليهم واحد الطو اللي غادي يخدموا به كاملين وباش يشجع التنافسيه ما بين لي بنك وباش يديفيرسيفيو لي سيرفيس ديالهم هو محدد لهم غير واحد الطو ديريكتور اللي ما ينزلوش عليه اللي هو 2.25%. هاد 2.25% هي اللي كانت في 2019 وهي اللي غادي تبقى في 2020. يعني يعطيو لي كريدي كيف ما بغاو غير ما ينزلوش على 2.25%. هنا كتكون لا كونكورونس ما بين لي بنك كبيره بزاف. يعني كل بنك خصو يحاول باش يجر لي كليون اللي عنده يعطيهم دي طو اللي كيكونوا اتراكتيف سواء كيكون دي كريدي ديال كريدي كونسوماسيون او لي كريدي لوجمون. داكشي كيلعبوا عليه لي بنك هما وما بين لي كليون ديالهم. غير هو الطو اللي كيدير بنك المغرب هو 2.25%. علاش؟ حقاش هما لي بنك دو سكوند رون هو هاد الطو ديريكتور هو الطو باش كيتسلفوا من عند بنك المغرب. يعني كيتسلفوا ب 2.25% هما غادي الى عطاو قل من 2.25% غادي يخسروا. كيلعبوا على لا مارج دو غان ديالهم يعني كيحاولوا يعطيو اكثر من هاد الطو هذا باش يربحوا حتى هما من عند هادوك الناس اللي كيعطوهم دي كريدي. من بعد عندنا لوبن ماركت. فلوبن ماركت هو واحد العمليه كيديرها بنك المغرب باش يطلع السيوله الماليه اللي كاينه في ليكونومي. فباش يطلعها ولا باش يهبطها شنو كيدير؟ فالحاله فاش كتكون لا ليكيديتي يعني الفلوس كتضرب بزاف في ليكونومي باش ينقص منها شنو كيدير بنك المغرب؟ كيبيع لي بونك دو سكوند رون كيبيع ليهم واحد السندات. كيبيع ليهم هذوك السندات باش هما كيعطيهم السندات وهما كيعطيو الفلوس وهكا كيتيري لي بياس. يعني 100 درهم 200 درهم كيتخرجهم من ليكونومي فهنا السيوله الماليه كتنقص. والعكس عاوتاني فاش كيبغي يطلع السيوله الماليه شنو كيدير؟ كيعاود يشري من عندهم هذوك السندات. فاش كيشري من عندهم هذوك السندات فهو كيعطيهم اوراق ماليه ومن هاد الاوراق ماليه هما كيبداو يخدموا كيبداو يعطيو دي كريدي للفاعلين الاقتصادي. من بعد عندنا لا غي اسكونت. فهاد لا غي اسكونت الا لاحظتوا فهي مكونه من جوج كلمات غي و اسكونت. لي اسكونت هو الحاله فاش كيدي واحد الشخص كيدي واحد لي فيت كوميرس كيدير ليه لي سكونت في لا بنك. يعني كيعطيهم هذاك لي فيت كوميرس وهما كيعطيوه واحد القدر ديال الفلوس اللي قل من القدر اللي كاين في داك لي فيت كوميرس باش يربحو هما حقاش هما اللي غادي يبقاو يتسناو لا دات دي شيونس ديال هذاك لي فيت كوميرس. فديجا من قبل كنت خدمت الكور ديال لي زيفيت كوميرس تقدروا تمشيو تشوفوه. هاد لا بنك هذا اللي كياخذ هاد لي فيت كوميرس كيمشي فاش كيخصوه الفلوس كيعاود يدير ليه سو كون ابل لا غي اسكونت. يعني كيعاود يدير ليه لي اسكونت حتى هو كيديرو عند بنك المغرب. يعني كيعطي هذاك لي في البنك المغرب وبنك المغرب كتخلصو فهداك لي في. هنا سكو هذه هي العمليه اللي كنسميوها لا غي اسكونت. يعني ديجا هذاك لي في اللي تباع البنك المغرب ديجا دار ليه لي اسكونت عند لي بون كوميرسيال ولي بون كوميرسيال داروا ليه لا غي اسكونت عند بنك المغرب. من بعد عندنا سو كون ابل سواب دو شونج. شنو هو هاد سواب دو شونج؟ هو فاش كيجي واحد الشخص عنده الدوفيز كيحولو عند واحد البنك كوميرسيال العمله الموني ناسيونال ولكن كيتفاهم معاهم على واحد لادات بريالابل واحد لادات مفاهمين عليه فاش غادي يجي هو وغادي يرجع هذاك الدوفيز ديالو بواحد الطو اللي مفاهمين عليه. يعني لا بنك او الكليون ديالها كيكونوا مفاهمين على واحد لادات محدد واحد الطو محدد فهو ما سوقوش الا طلع الدوفيز ولا الا هبط هو ديجا مفاهم على الطو دو شونج اللي غادي يرجع به الدوفيز ديالو مع لا بنك ديالو. هذا هو سو كون ابل سواب دو شونج. هاد القضيه فين كتنفع بزاف فاش كيجي واحد الشخص من الخارج
كيجيب مع الدوفيز، كيحول هذاك الدوفيز للدرهم، كيدير المعاملات ديالو في المغرب بالدرهم، فاش كيبغي يرجع للدولة اللي جا منها كيعاود يرجع الفلوس، يعني الدرهم كيرجعهم للابونك، ولابونك كترجع ليه الدوفيز ديالو بواحد الطول اللي ديجا هما مفاهمين عليه في الاول. هذا هو سواب دو شونج. دابا سالينا لي انسترومون ا اوبجيكتيف انترن، دابا غادي ندوزو نشوفو لي زوبجيكتيف اكسترن، لي انسترومون ا اوبجيكتيف اكسترن. اللي اول واحد عندنا هو اون سيتوياسيون دو شونج فيكس. سيتوياسيون دو شونج فيكس هو الحاله فاش كدير المغرب في المارشي مونيتير، يعني المارشي المونيتير انترناسيونال، كدير لا ديفالواسيون. شنو كي بحال اش هاد لا ديفالواسيون؟ هي كتنقص من القيمه ديال الدرهم بارابور الاورو ولا الدولار ولا الين. يعني الا كان الدولار ساوي 10 دراهم فهي كتدير بان الدولار كيولي ساوي 11 درهم، يعني هي نقصات من القيمه ديال الدرهم. علاش؟ باش يولي مطلوب بزاف في المارشي مونيتير. فاش كيلقاو الناس بان الدرهم طاح في القيمه ديالو، بنادم كيدوموندي الدرهم بزاف. هكا كدير لي زوتوريتي مونيتير كيديروا لا ديفالواسيون. والعكس، فاش كيلقاو القيمه طاحت بزاف ديال الدرهم كيديروا ليها سو كون ابل لا ريفالياسيون، يعني كيطلعوا من القيمه ديال الدرهم. الا كان مثلا ساوي الدولار 11 درهم فكيوليو هما دايرين ليه غير 9 دراهم. هنا القيمه ديال الدرهم كطلع، هنا كيبغيو ينقصوا من الدوموند على لا موني ناسيونال، يعني على الدرهم. هذه هي سو كون ابل لا ديفالواسيون او لا ريفالياسيون. فهاد الريجيم دو شونج فيكس، يعني لي زوتوريتي مونيتير هما اللي كيفيكسيو الطو دو شونج ديال الدرهم بارابور لا ديفيز اترانجي. والعكس كذلك، اون سيتوياسيون دو شونج فلوطون، يعني هنا كيما كياجيوش ما كيحدوش هما الطو ديريكتومون. شنو كيديروا؟ كيمشيو للمارشي مونيتير كيتيريو الدرهم. فاش كتنقص الدرهم ما كيبقاش بزاف في المارشي، فهنا كتزاد عليه الطلب، يعني شي حاجه فاش كتكون قليله كيتزاد عليها الطلب. والعكس كذلك، فاش كيبغيو الدرهم تنقص القيمه ديالو فكيزيدوا الدرهم في المارشي، كيدخلوا الدرهم للمارشي وبالتالي القيمه ديالو في المارشي كتنقص. هاد الريجيم دو شونج فلوطون فهما ما كيفيكسيوش الطو، فكيلعبوا غير على لوفر ولا دوموند ديال الدرهم، وما كيأجيو غير على المارشي مونيتير. بحالاش مثلا فاش كتكون الدرهم القيمه ديالو ناقصه بزاف، اشنو كيديروا هما؟ فكيخرجوا الدرهم من المارشي مونيتير، كيخرجوا الدرهم باش اللوفر يكون قليل. فاش كيكون اللوفر قليل الثمن كيطلع، هنا القيمه ديال الدرهم كطلع. والعكس كذلك، فاش كتكون القيمه ديال الدرهم طالعه وكيبغيو يهبطوها، فكيدخلوا كيعرضوا الدرهم بزاف، كيولي لوفر طالع بزاف وبالتالي الثمن كيهبط. هاد القضيه فاش كتنفع؟ فكتنفع في لي زيكسبورطاسيون. فاش كتكون لا موني ناسيونال ديالنا طايحه، لي زيكسبورطاسيون ديالنا كيكونوا رخاصين وبالتالي الصادرات كيكونوا بزاف. يعني الدول الاخرين فاش كيلقاو العمله ديالنا شويه طايحه كيوليو يشريو من عندنا بزاف، وبالتالي ليكسبورطاسيون الصادرات ديالنا كيطلعوا. والعكس كذلك، فاش كنبغيو نهبطوا لي زيكسبورطاسيون كنديروا العكس، يعني كنطلعوا القيمه ديال الدرهم ديالنا، وبالتالي السلع المغربيه كتولي تجيهم غاليه، وبالتالي ما كيبقاوش يستوردوا السلع من عندنا، يعني الصادرات ديالنا كينقصوا. هنا كيتسالى الكور ديالنا، كنتمنى تكونوا فهمتوا منه مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في الكومونتير، والا كانت عندكم شي اضافه شرحوها وخليوها لينا حتى هي في الكومونتير. ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو الماشي ان شاء الله. السلام عليكم.